هيثم انا جايبه كرسي بقى والشاي كده ماشي الموضوع كبير جدا. حالي مرضى في الكلاس. It's her life. It's her الصباح قد شو بيجنن عنا المنظر خرافي. هلا اميغو صباح الخير، كيفكم؟ شو الاخبار؟ كتير مشتاقة لكم. نبلش الفيديو بكتير حماس. اوكي، اول شي لازم تعرفوه انه هلا الساعة قديش؟ 5:15 وانا بعد ساعتين لازم اروح احضر حالي لانه انا عندي محاضرة الساعة 8 الصبح، وانا هلا بالبيجاما عم ذاكر، ماني نايمانة ليلة كاملة، يعني بكل بساطة ليلة بيضاء. نوي بلانش بالفرنسي. الحمد لله اهم شيء انه انا خلصت من الحفظ، اللي عندي شيء لازم اذاكره، بس قبلها رح احضر الكافي وبعتني بشاراتي اللي زيته وشي تعبان. على فكره هي القهوه رقم 3 وهلا رح اجهز القهوه رقم 4. هاشتاج يوميات طالبة عيسى، اياكم تسوي سكيب لهالفيديو لانه في اخره في حكي كتير مهم وبقلبه كمان. هلا رح اسوي هالماسك هذا العجيب، ما رح اعطيكم سر هالخلطه، رح اقلكم عنها بالفيديو القادم. تقلكم شيء انه هاي الخلطة بلشت فيها من فترة وعم شوف كتير تحسن في شعري. شايفين هالماسك هاد رح سويه لوشي اللي هو ماسك الطين. الماسك هاد يا جماعة هو عطاني اياه رفيقي باكستاني، انا عندي رفقات باكستانيين شوفوهم في الكاميرا. هو بالاردو، انا بفهم شوي اردو، الاردو هي لغتي الخامسة، لكن ما بعرف اقرا، يعني فيني اتكلم احكي افهم بس ما بعرف اقرا، يعني ما بفهم كثير في القرية. هي سألني على نوع بشرتي انه هون كاتبين شو بتضيفي لها، ضيفي للطين حليب او ليمون، فهو قال لي ضيف الحليب او الليمون، انا راح اضيف الليمون. ليش؟ لانه في شوية حبيبات هون والليمون اللي هو اسيد ساعد على ازالة الحبوب للبشرة الغير حساسة. حساسة نو ليش. خلينا نجرب الطين الباكستاني من لذيذة يا فان. You will find this stupid، لكن انا من امنيات حياتي انه انا ازور باكستان. هلا قهوتنا صارت جاهزة. حكيت كتير. اوكي يا جماعة انا خلصت ششورت شعري، بعرف يعني مش ششورت يعني هيك تك تك بسرعة. هلا رح اسوي الميك اب، رح افرجيكم كيف اسوي. قبل الفطور فطرت زبادي وحضرت جيل اورانج، وراح راسي كتير مصدع، رح اخذ دواء للراس. كل يوم عم باخذ دواء او فيتامينز للشعر من بيوكسين، سعره تقريبا 46 دينار تونسي، انا اشتريته من تونس، اسمه الدواء بيوكسين. خذوا سكرين شوت. هالفيتامين هاد كتير بيساعد على تطوير الشعر وتقوية الشعر وكمان بالتساقط الشعر، وبعتقد انه فيجيتيريان. اللي من تونس رح تلاقوه في اي صيدلية. سو انا عم باخذ 2 فيتامينز للشعر هذا. الصبح برش ماء الورد على وشي، هالشيء اوريدي سويته. وراح ارتب بشرتي من هالبرودكت اللي هو مرتب من سيفورا. من يحضروا كل الفيديوهات بيعرفوا اصلا البرودكت اللي انا دائما بستعملها. بدكم بشره صحيه لازم دائما تغطوا بشرتكم على الاقل مرتين في اليوم. بتعرفوا اللي عم بتفرجيكم هذا الميك اب ما بعرفش ايش، لازم 10 دقائق وتطلع من البيت. انا ما بحط فاونديشن، عم اقول لكم انه دائما في الجامعه الميك اب تبعي غالبا بيكون خفيف. اللي بعدها هو هالليبستيك هاد من فيتي كوزماتكس، حكيت لكم عنه في فيديو كامل عن هذا الموضوع اللي هو مكياجي للجامعة. عنديش رقمه، هاد رقمه 2 I guess. كتير اللون تبعه بجنن وبيعقد. اوكي هيك خلصنا الميك اب اصدقائي، انا هيك خلصت الميك اب. ميك اب كتير حلو كتير خفيف. اكمل الجي درونش تبعي و اطلب تاكسي للجامعة. ما بدي تنساني لك حبني عمي. So ready to go. يلا انا عم بتمطر برا، تاكسي هلا مطرني برا.
انا حاليا موجوده في الكلاس، ماني مصدقه انه انا وصلت قبل الدكتوره بالرغم انه انا متاخره. نظرا الحصه تخلص الفراغ الصبر، يعني لسه بلشنا بس نطلت انها تخلص. اوكي هاي جايز، نمنا وصحينا وهلا معي محاضره. عندي تيست يا فروجيتا. اسم متخطط سو دعواتكم لإلي، برغم انه اكيد حتطلع الريزلت تبع التيست وكل شيء وانتم عم تشوفوا الفيديو، بس اتس اوكي okay. المهم النية، واللي ميرا الله معك ربنا يوفقك، احنا بنوثق فيكي. شايفين الهالات السوداء؟ اخ يا جمالي، الطب ودبارة جمالي. انا حاليا هلا في الجامعة، راح تبلش المحاضرة بعد ربع ساعة من هلا. خايفة قلبي عم يدق، فانا ليش هلا لبسنا الإلادة هي تبع العين؟ عشان ما حدا يحسدني على هالات السوداء اللي عندي. اوكي بايخة بعرف، درنا قمت رح 15 دقيقة بدي اخلص واروح. احنا جيش الفروجيتس، احنا الفروجيتس العظمين، ما بنخاف ابدا ونجيب دايما فول مارك. شايفين البلانتس اللي موجودين هون قد ايه حلوين؟ وطلعنا هلا من المحاضرة والحمد لله الحمد لله it was so good. فول مارك فروجيتس باور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله انه بعد كل هالتعب والسهر اللي انتم شفتوه واللايك النوم ابدا منه منظم، الحمد لله انه في الاخر جاب نتيجه. سو يا ليتس جو ميرز لايف. هل المفروض راح اروح اغير ثيابي واروح على طول للجيم؟ لو لاحظتوا طيب زي ما بتعرفوا انا في الفتره الاخيره مسويه دايت ويا عم بتمرن وهيك، ويا رب يا رب تزبط. شوي ميسم انت حنخس، انت حنصير مزز. ميسم هلا كتير تعبان واصلا مش معي، وانا اسفه على شعري المنكوش لاني اشوف الجاكيت من هون الشنطه من هون، مش قادره احمل اصلا حالي. على فكره يا جماعه اللي لسه ما اشترك في القناه سوي يشترك في القناه بالاخر زر السبسكرايب احمر اسفل هذا الفيديو، كمان حطوا لهذا الفيديو بيج لايك اذا بدكم مكفي في هاي السلسله اللي راح تكون عن حياتي انا كطالبه طب. راح اسوي لكم في هاي السلسله يا جماعه يعني نصائح احيانا بتكون طبيه، احيانا بعطيكم هيك ادفايسز للدراسه بشكل عام. السلسله هي اجت الهام من بنوته، انا اصلا كنت عم فكر فيها سبحان الله، وانا كنت عم فكر انه انا مسوي لكم هاي السلسله. اجاني تعليق من هالبنت هي قالت لي فيه ما سويناش فيديوز عن حياتك انت كطالبه طب، فحسيت انه هالشيء ممكن يكون رساله ربانيه انه انا كنت عم فكر في الموضوع فجاه انه حدا قال لي هالشيء، فلهيك هي السلسله بلشت. فبتمنى انه الاقي عليها دعم، بتمنى انكم تنشروا الفيديوز في كل مكان مشان انه نوصل ل 300,000 يا رب فرصه، وكمان نص مليون بنستاهل النص مليون صح؟ اطفي الموسيقى. سو رجعت من شوي من الجيم، لازم اسوي بسرعه الشاور واطبخ اكل لبكره لانه انا طالعه بعد شوي عندي عزوم، عندي اصدقاء من باكستان مستدعيني على الاكل، كمان راح افرجيكم احنا كيف لكم تسوي شاي باكستاني وكل شيء. فراح اروح لهم للسكن الجامعي للطلاب الخاص بطلاب الطب يا بس بلا طولة حكي يلا نحضر الأكلة هاي. الأكلة هاي أكيد صحية، هي مشتقة يعني أو مستوحاة من الطاجين التوني، ولكن راح أسويها بطريقة كتير مختلفة وبطريقة كتير صحية. راح تكون عبارة عن بروكلي، أخذ البروكلي أطبخها وأحط فيها البقدونس، أقطع البقدونس وأحط البقدونس. أما كتوابل راح أستعمل السي سالت اللي هو ملح البحر، وراح أستعمل فلفل أحمر وشوية شطة أو هريسة تونسية. كمان يا جماعة بنحط معاه الكركم، تقريبا في المغرب بيسموه الخرقوم. شايفة شلون إنه أنا بحكي معكم كوكتيل هيك بكل اللهجات عشان بس إنه المعلومات توصلكم. وطبعا فلفل أسود، زيتون أسود، وجبن طبيعي، وأحط من 3 بيضات إلى 4 أكتر شي يعني. وبس والله هيك بتكون جاهزة وبنحطها في الفرن. أكثر من بنت سألتني إنه كيف في تحضر الشاي الباكستاني، رح نفرجيكم هلا طريقة إنه كيف نحضر الشاي الباكستاني. من حضروا لايك دجاج بيكون على الطريقة يعني الباكستانية، كتير 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 حار بس طيب. دقت منه شوي. We gonna do like we put the milk
Import milk and after okay. that Pakistani tea. Okay, this is guys. هاد هو الشاي الباكستاني تبعهم. This is like black tea. No, it's not like black tea. Okay, how much you will put? Like one spoon only. Okay, can you show it? So بعد ما غلى الحليب هلا راح يحط فيها الشاي. أنا راح موت وأعرف شو هي نوعية الشاي هاد. You want hard or soft? Which is better? Both are better. If you don't want hard. To sleep and Yes, I don't want to sleep because I have exam. You see that color? بيضل هيك يغليه كتير أكتر من مرة يعني أكتر من غلوة. شايفين كيف بيبعدوا؟ Now we will put sugar in it. Mm-hmm. It's called in our language sauf. Sauf. Sauf? In Urdu? In Urdu sauf. And in English, I don't know what is this in English. شايفين بنات هذا اليانسون تقريبا بالعربي هو بيحط هاي الكمية البسيطة عشان يعطي يعني جو أو يعطي طعمه فيه. الشاي صار جاهز ما شاء الله. Thank you G. شكريا. بهت بهت شكريا. Welcome خوش آمدين. هلا والله فرقيت ورجعت للبيت. جبت معي كوفي بين جوس. جوز عصير برتقال للصبح لانكم عم تشوفوني انه انا في الصبح بشرب عصير برتقال فجبته معي للصبح. حاليا كتير تعبانه راسي مصدع مجهده منهكه ممكن انا ملي شي ساعتين ثلاث ساعات واصحى اذاكر لانه راسي هلا صدع شوي. 2 hours later 2 3 4. قبل ما ننهي الفيديو حابه احكي لكم انا وياسم عن شيء صار معنا. بلشي انت او بلش انا؟ لا عافيه حلوه انا جايبه كرسي بقى والشاي كده ماشي الموضوع كبير يا جماعه يلا تعالي يا حبيبتي احكي فنفضفض هيك ونفرغ قلبي للكاميرا. اكبر حاجه ممكن اقدمها لكم ان انا اقول لكم ما تثقوش حتى في نفسكم يا جماعه والله عشان انا خدت اكبر مقلب في حياتي مقلب كبير كده كبير صح. انا يعني انا لحد دلوقتي مش مستوعباه يعني انا شفت يا جماعه ناس ايه كدابه قوي بتمثل زياده عن اللزوم تمثيل غريب بجد والله العظيم وبيقولوا ان انا اللي ممثله يعني انا ممثله مش عارفه انا ممثله اوف كورس نوت. المشكله انه هدول العالم يعني ما تجوزوا بس عليها علي انا كمان وحاولوا انهم يأذوها هي عن طريق انه احنا علاقتي انا وماياسم يخربوها يعني فيكم تتخيلوا الحسد والبغض اللي فيني يوصل الانسان انه بشوف اثنين صديقات بيحبوا بعض حاسدين تخيلوا انه انا كيف اني انا رحت عند لماياسم في مصر انه انا كيف اهل ماياسم يستقبلون لايك انه ليه يستقبلوها اهل ماياسم و طيب شو لو كان يعرفوا انه انت رايحه معي لتونس لايك يكون بيجنوا عن جد في مرض والله العظيم مرض ويجوني لالي انا وبيقولوا لي انه هي ما اسم سوت فيك هيك وسوت لك هيك وهيك وبيحكوا في اشياء تخليك عن جد انك تشك يعني بيحكوا في اشياء مبنيه على واقع بس بتاويلهم او بروايتهم الخاصه فعلى انه الكلام بيتبدل يعني هو بيتقال بطريقه تانية هو نفسه بس بيتقال بطريقه تانية يعني بتحسسني انه انا بالاذيه فاهمين شلون المشكله ان هم بس يعني الموضوع ما اقتصرش عليا انا وانت مثلا ان انا اتكلمت عليكي او كده لا انت دخلوا اهلي في الموضوع يعني انتوا متخلفين انتوا ما تربيتوش قوي كده فين اهاليكم انتوا ما تربيتوش ليه ما تربيتوش والله استغفر الله العظيم يا رب سامحني. فاللي حبينا نقوله لكم انه ديروا بالك مع حالكم ديروا بالكم من العالم في ناس تبغضك بس على الضحكة يعني ما تثقوش في حد exactly وما تخلوش العالم تفوت ما بينكم وبين يعني انا لو من كنت من الناس مثلا اللي بيسمع كتير لحكي العالم خلاص انه انا وماياسم ما عادش اصدقاء بالمرة بس لانه انا ماياسم ما فيش حد يعرفها اكتر مني وهي ما فيش حد بيعرفني اكتر like المشكلة ان هم رايحين يقولوا لها ان هي مش البس يعني هي انا بحب اكرهها ما عارفش ازاي عايشة معاها ولا بكرهها طب ايه اللي يجبرني على كده مش فاهمة الله. وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا اللايك الاشتراك في القناة إذا عجبكم الفيديو بدنا دعم كتير 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 قوي بدي تفجروا الفيديو لايكات لأنه السلسلة هاي راح تكون كتير قوية إن شاء الله وإن شاء الله كل مرة بنعطيكم شيء بدي إنهي الفيديو بسؤال بدي كل حدا فيكم يقول لي إمتى الأنتي بايوتيكس الأنتي بيوتيك
like انصنع في العالم، like امتى اول مره صنعوا فيها انتي بايوتكس؟ واللي حجاوب على هالسؤال هذا راح احط اسمه في اول كتابه تعليني وانا هشجعكم. تابعوها على الانستغرام تبعها، راح احط لكم الانستغرام تبعها بالديسكربشن بوكس. زي ما قلت اللي راح يجاوب على هالسؤال هذا راح احط اسمه في اول الفيديو، وافضل كمان 3 تعليقات على هالفيديو هذا راح اذكر اساميهم بالفيديو الجاي من هالسلسله. وهلا بنقلكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. سلامات يا حمام. سلام.